المعنى الحقيقي للحياة هو أن يكون ليك دور مهم فيها، أنك فعلا تغير فيها، أنك تسيب بصمتك على مدار التاريخ. وإحنا بنسمع أسماء ناس كتير بقالها آلاف السنين، الناس دي ما كانتش بتعمل عشان التاريخ مش ينساها، الناس دي كانت حابة فعلا تعمل شيء من جواها، بالفعل قدروا، ولحد النهاردة بيتذكر اسمهم، سواء بقى كفعل مادي ملموس في شيء عملوه أو بنوه أو قالوه، فيهم بقى الصالح وفيهم الفاسد. الشيء اللي تخلي بالك منه ومهم جدا، ان التاريخ ممكن يكذب عليك في حق نفسك وانت عايش، بس صعب جدا يكذب عليك بعد موتك. علشان كده لو حابب تسيب بصمتك هيبقى باختيارك، لو اخترت شيء كويس هيقعد لك وهيفضل كويس مع الناس، ولو كنت غير كده برضك اطمن هيقعد لك. في مننا اللي مش بيقدر يعمل فعل كبير وواضح، بس على الاقل محتفظ باحترامه وتواضعه، وبيحاول على الاقل يسيب سيره حلوه في وسط مجتمع مليان بحاجات وحشه. في مننا كمان اللي بيقدر شغله قوي لدرجة انه ممكن يفيد الناس بيه بشكل اكتر من غيره في مجاله، وده كمان ساب سيرة حلوة. وهنا بقى نسأل السؤال اللي عشان خاطره عملنا الموضوع ده كله، هو ايه اللي ممكن اعمله علشان ابقى كويس وسيرتي تفضل مع الناس بشكل حلو؟ تخيل لو قلتلك ان الاجابة بتكمن برضو في كلمة واحدة، الاحترام. انك تحترم نفسك قبل ما تحترم غيرك، وانك تحترم غيرك قبل ما تهين نفسك، وانك تحترم شغلك علشان ده اساس بيتك، وانك تحترم بيتك علشان ده كيانك، وانك تحترم علاقتك بربنا وتعرف انها مهمة قوي قبل كل شيء، وانك تحترم حدودك مع كل حد تعرفه، وانك تحترم كل حدث بيحصل حواليك، وانك تحترم مشاكل الناس وعيوب الناس ومش تتدخل في تفاصيلها ولا تتكلم فيها، وانك تحترم مشاعر اي شخص وتكبر بخاطره. كده كل افعالك احترام، شخصيتك بقت محترمة، هتكسب اجمل حاجتين على الارض. واستنى بقى المفاجأة من ربنا يوم القيامة، الحاجتين دول هم الرضا والسيرة الحلوة. هتنام راضي ومرتاح ومش مزعل حد، هتحس براحة جواك، في ناس كتيرة قوي على الأرض بتتمنى ربعها، وسيرتك هتفضل عايشة معاك وهتتذكر في كل مكان بشكل كويس. حتى لو حد غلط فيك هتلاقي غيرك اللي يرد غيبتك ويدافع عنك. في النهاية حابب أقولك، اقعد مع نفسك وراجع نفسك من جديد، انت فعلا تستاهل ان سيرتك تفضل عايشة مع الناس بالخير ولا لا؟ وصدقني هتصرح نفسك بوقتها بكل حاجة وهتقول الحقيقة، اما تتغير او على الاقل انا بقى رسالتي وصلت ليك وانت صاحب الاختيار. بس كده.